هي الشرف ان اكون دكتور علي من فضلك رجع اللوحه اللي فاتت لو سمحت. نرجع. انا بس هنا عايز اقول ايه، هو الدكتور علي قالها في كلامه، قال ان احنا يعني احنا الكلام اللي احنا مأكدين عليه 6 شهور يا دكتور مصطفى. مش كده يا دكتور علي؟ يا فندم. بس انا عشان بس نتوقف قدام مثلا القمح والرز والسكر، ان لا أقول حاضر، ما انا سوري. لا لا متأسف. لا يا دكتور علي مفيش اسف ولا حاجه، والله متأسف. انا بقول كده مش لحضرتك طبعا، انا بقول كده للناس اللي هي بتسمعنا وبتشوفنا عشان تبقى مطمنه، ومش عايزين نتكلم في موضوع الاكل ده كتير في التلفزيون. تاني بقولها ما يصحش، تاني بقولها الحاجه موجوده واحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجه. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح، ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، واحنا محافظين على 6 شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء مليانة. عايز اقول لكم كلمة 6 شهور معناها ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمدة 6 شهور، صح كده؟ يعني بشتري واحطهم في المخازن، مش كده يا دكتور؟ صح يا فندم. ده اللي احنا بنعمله، ده تكلفة كبيرة جدا في ظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله، لكن لا بأس احنا مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتقابلنا.